الرحمن حبيبي يا كابتن احمد يعني اولا هارد لك النهارده، اعتقد خساره 3 نقاط يعني مباراه كانت صعبه في ظل الظروف اللي كان بيمر بيها طبعا النادي الاهلي. هو مفيش شك طبعا، هو يمكن اللي زود صعوبه المباراه النهارده نتيجه مباراه سان داونز الاولى. ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله قادر ان هو يعوض باذن الله يوم السبت، وكلنا مع النادي الاهلي ان شاء الله. بالنسبه للمباراه طبعا يعني كان زي ما هي مهمه كانت للنادي الاهلي، كانت مهمه لينا برضه كابتن اسلام، ان احنا كنا عايزين نحافظ على المنافسه بتاعتنا على المركز الرابع مع النادي المصري والنادي الاسماعيلي. طبعا النادي الاسماعيلي مؤجل ليه 3 مباريات لسه، يعني هي يعني عارفين احنا والمصري اكثر من الاسماعيلي في 3 مباريات. وفي ظل ان احنا عايزين نرجع للبطولات الكونفدراليه، فبالتالي برضو بس احنا مش راضيين عن ادائنا كان في الشوط الاول، لكن اعتقد ان احنا في الشوط الثاني يمكن كنا يعني ندي للنادي الاهلي وضيعنا برضو 3 4 فرص. كابتن وليد، الشوط الثاني التغييرات اللي عملها كابتن طلعت كلها تغييرات هجوميه، كنتوا شايف كنت كابتن طلعت كانت شايف المباراه ازاي الشوط الثاني؟ ما انا اقول لحضرتك على حاجه، انت طالع المفروض 1-0 تمام، وبرضه انت يعني بس انت مش باكي على حاجه بقى، فكان تغييرات الهجوميه وبالفعل يمكن خلتنا جينا للمباراه. احنا في الشوط الاول ما كناش موجودين قوي يعني في الماتش، جينا في الشوط الثاني بالتغييرات اعتقد احنا ضيعنا حوالي 4 اهداف، منهم كان انفراد جميل وكابر في شوطه محمد رمضان، بيكلي، جون انتوي وتوني. لكن الحمد لله يمكن مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله يا رب نبارك له يوم السبت باذن الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله كل مصر هتبقى واقفه مع النادي الاهلي، ويعني دايما بنشكركم على روحكم الجميله ودايما نادي محترم وناس محترمه يعني كلكم الحقيقه. شكرا جزيلا يا كابتن وليد. كابتن وليد وهيدي مدير الكره في نادي مصر المقاصه. انسان محترم، انسان محترم راقي يعني هتشوف كلامه طبعا. وبعدين منطقه يا كابتن اسلام انه يعني الكابتن طلع في الشوط الثاني